ATM. طبعا اي بي ام اوكي وي ار سوري فور ذا كوردينيشن يا خرموج اتس اور فولت بس ثينكس جيت رونج No problem, no problem. بس في تونس ذا هريسه نيشن اند شكشوكا يو نو كانتري سو No problem, no problem. يظل نطفيها الفيزا ذيك احسن. اعتقد انه احنا نبلش له زي ما جاي صح؟ Guys, we are live. Here we go. Thank you guys for joining. Tonight, احنا الليله الناس تقول لك gonna be really grateful to Mohammed from Urban, from Baz, the headquarters, to, you know, to coordinate for this. We have a selection of very, very awesome YouTubers from Tunisia. You know them for sure. And most of them like them, some don't, but I don't care because we like them all. Before you leave, Mo, go ahead and give us a little word, quick. Thank you, Abdelkarim, for putting all of this together. I think we have a great panel, as you said today. And I'm sorry for speaking in English. I'm not very good with French. Thank you, Biki, Sami, Sander, for joining us. And I'll leave the floor for you to moderate the session. And I wish you a very fruitful session. Okay. Thank you very much, Mo. And Biki, Sami, Hormozia, I don't see him. Hello. Hello. Hello, everybody. Assalamu alaikum. And Amira from the club. First of all, ahna fakhourin bikoum lchkour. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie. Avec vous, le club de réseau international. Il existe depuis 7 ans. Son but ultime, c'est de vulgariser les concepts d'artiste et marketing. Vous savez, vous avez des réseaux. Donc, le club il a été classé plusieurs fois l'un des meilleurs, les 10 meilleurs clubs de l'Alm, c'est ça, en 2018-2019. مش خلي الكلمة طبعا حابب أقول عليها إحنا قويين. إحنا قويين لكم أنتم عبد الكريم. بصراحة يعطيكم الصحة أول حاجة على اللمة دي، إن شاء الله معناتها الناس تشوف فينا يستفيدوا من البانل اللي باش يصير. بون اليوم مستخدم العربي بصفة عامة في العالم العربي في تونس وفي كل الدول العربية تعود كونه يكون في يعني مستهلك بصفة عامة، خاصة في مجال التكنولوجيا. مجال التكنولوجيا نحن العرب ديما نستهلكه أكثر من ننشر success stories. نحكيه على أنغامي، نحكيه على نون، نحكيه على مكتوب dans le temps. Donc il y avait quelques tentatives. اليوم احنا حاولنا باش ندخلوا المجال هذا. عندنا طاقات شابة، عندنا مبدعين، عندنا دي ديفلوبر، كفاءاتنا موجودين موزعين بارتو. يعني نعرف برشا عرب بيخدموا في فيسبوك، في جوجل، في امازون، اي بارتو. وين نمشي لاي كونفرنس، اي بلاد، ديما تقابل ناس، تقابل توانسه، تقابل يعني برشا كفاءات وناس قادره تعطي. علاش ليه اليوم ما تكونش عندنا بلاتفورم احنا العرب؟ هذايا من ناحيه خاطرنا نجموا نعملوا بلاتفورم، من ناحيه اخرى خاطرنا محتاجين تكون عندنا بلاتفورم تشبه لنا، بلاتفورم تفهم الكولتور تاعنا، تفهم البزوع تاعنا. احنا جنرالمون نجمو نقولوا كونو المينا ريجن از اندر سيرفد ريجن، على خاطر اليوم الفيرسيون استخدموها احنا تاع فيسبوك ولا تاع يوتيوب ولا تاع غيره ماهيش نفس الفيرسيون استخدموها في المارشي في امريكا ولا في الاوروب. ديما تلقى الابديتس يوصلونا ماخر، خاطر هما يقيسوا ابغيتو بالفالور معناتها دو مارشي الاخيري. دونك يعني اولى بينا احنا انه احنا نعملوا بلاتفورم تاعنا ونحاولوا نلبيو فيها احتياجات المستخدم العربي، اضافه الى المشاكل اللي موجوده بصفه عامه في البلاتفورم هذه اليوم. ممكن نعرفش، انا حاسس روحي ماخذ راحتي شويه خاطر توانسه كل في القاعده.
ما يسالش، خليني ناخذ راحتي. معناتها فما ترامب ديما يسمي يقول فيك ميديا، فيك نيوز ميديا، يبدا يحكي على لي ميديا وكل. بون انا مش باش نسمي لي ريزو سوسيو الاخرين فيك سوشيال ميديا، مي دون فاسون دون اوتر برشا ولاو لي فو بروفيل وقاعدين يقلقوا وقاعدين يفسدوا في الاكسبيريونس. لي ريزو سوسيو ولاو سيت ان انفيرونمون بلوز او موا توكسيك، البوتس واللي فو بروفيل قاعدين يأثروا. اليوم اللي شاعة فما دي ستاتيستيك تقول لك انه الخبر المش صحيح ينتشر 6 مرات اكثر من الخبر الحقيقي الى اخره. وفما برشا ناس استغلت الفايدة باش عملوا، معناتها كل واحد شنو استغلها. معناتها فما ناس تتحايل، فما سبامينغ، فما سكامينغ، فما نشر اشاعات، فما شكون يوظفها بوليتيكمون الى اخره. دونك اليوم نحنا حاولنا باش نعملوا منصه دونك عربيه، حاولنا باش نعملوا منصه سيف، وفي نفس الوقت زاده حاولنا باش نعملوا حاجه سيمبل. احنا البيلرز تاع البرودكت ملي حاطين الرود ماب اول عام كانوا عربيك سيف سيمبل. كي جينا نحطوا في البيلرز تاع المسجنج والماركتينج الكوارتر اللي فات زدناهم انرجيتيك، على خاطر اذا كان عملت حاجه عربيك سيف سيمبل وما كانتش بلان دينرجي وبلان يعني متحسش فيها الروح متاع الجينيراسيون الجدد، الروح متاع اللي ممكن حسيناها برشا في تيك توك ممكن اكثر من لازم لمعنا يعني بون. حاولنا قدمنا طلعنا بالبيتا فيرجن، توعنا بريسك شهر ونص طلعنا بالبيتا فيرجن، وقاعدين نقراو في الداتا، قاعدين نشوفوا في الانسايتس شتحكينا شنو الحاجات اللي عجبت الناس، شنو الحاجات اللي ما عجبتهمش، شنو الحاجات اللي لازم نعزوها ونخليوها ونكملوا فيها، الحاجات اللي ممكن نبدلوها وإلا نعدلوها. قاعدين نسمعوا في اليوزرز بمختلف السيجمنتس تاعهم، من بينهم اليوزر العادي، من بينهم كونتنت كرييترز كيما الولاد اللي حاضرين معنا اليوم، ومن بينهم زادة البزنس اللي هما البراندز والبابلشرز والبزنس اللي نحن ان شاء الله تريبيانتو نورمالمون Q2 معناتها تريمستر الثاني العام الجاي باش ويل انتروديوس اور بزنس اكاونتس، باش يكونوا ان شاء الله مع فول باكج اوف بزنس تولز، يعني باش يكون عندنا انسايتس، باش يكون عندنا ادز مانجر اكسترا، باش البراندز والبابليشرز وغيرهم اللي يجوا للبلاتفورم يعرفوا كيفاش يستفادوا. والبريوريتي خليناها بيان سور الكونتنت كرييترز واليوزر العاديين، على خاطر بريتو اذا ما عندكش اودينس كبيره، ما عندكش عدد كبير من المستخدمين على البلاتفورم، البزنس اصلا مش باش يخمم باش يحل الكونت عندك في البلاتفورم. فوالا هنا قاعدين نحاولوا، هنا قاعدين نجربوا. نحبوا نسمعوكم، نحبوا يعني اي فيدباك. ومعناتها وحاجة أخرى أنا ديما نحكيها حتى في الكيب كسواء الكيب ولا البرة، راو ديما بروجي متاع منصة التواصل الاجتماعي عربية ما ينجمش يكون بروجي متاع اون بيرسون ولا بروجي متاع حتى اون كيب. أنا ديما نقول لهم الولاد في الكيب احنا بريس كوني 90، مي ديما نقول لهم راو سي با نوتر بروجي انو سولمون، سي البروجي دو موند عرب، معناتها هذا مشروع العالم العربي، وهذا مشروع يلزمنا نشاركوا فيه الناس الكل، نشاركوا فيه الكرياتور دو كونتينيو، نشاركوا فيه التك اكسبرتس، نشاركوا فيه الاكاديميك، نشاركوا فيه الديسيجن ميكرز، على خاطر زادة البوليسيز والريجوليشن تكون موجودة في البلدان تأثر فينا. دونك قاعدين نحاولوا باش نمشيوا في open and consultative approach، باش نحاولوا يعني نواكبوا تطلعات كل الستيك هولدرز البلاتفورم في العالم العربي، باش نجمو نمشيو لبعيد، وباش نجمو to position ourselves as the Arab social media network. أمين أظهر لي مدرسين بكو حمد أقول للإنترو. أمين أحضر بي كسيو. أول حاجة أنا أقول صراحة نحسب إذا تقدم سامي ولا تقدم بيك ولا تقدم فرمولوجيا، ما عرفش إذا تقدم ولا لا، خاطر الناس اللي يعرفوهم ريسك ما يعرفوهم إيش راهو قاعد يتبلل صراحة. اللي كنا كتير دميلفا يعرف ما نقول يعرف يقول يكون أنا جيلة شوارس إذا كنت تطوي كل يوتيوبر عارفهم يكون أكثر تباي مالغري توت الديجيتالي. مرسي يا حمد فور سات انيشيتيف اللي كيفا سيغمو بوستي لو تكون كونتوني. أمينة بوزي دي كاستيون واللي يحب يجاوب ينكز على الكاستيون ويجاوب عليها. يا با دو كل حد شيء
أمينة؟ أمينة سألنا يا أمل، يا أمل نحب نسمع الأسئلة. يا أمين أنا حاضرة باش نجاوب. حتى أنا رجعت دروسي عرفت. يلا قبل ما نبدأ كل مرحبا بكم الكل به نبداو طول نحبوا نعرفوا سختو اللي حاضرين معنا تويكا يعطونا ريزومي كيما نقولوا نتاع باز اون ريزومي سي كوا باز نبداو ولا بيكي كيما فازي انت بك فازي فازي قدام دابو برا اوكي انا ملولكي كيف سمعت باز جتني غريبه الحكايه علاش باش تكون فما بلاتفورم جديدة وعنا انستغرام وفيسبوك وكل بعد أكثر سلت عليها واستعملتها وكل عرفت لي باز هي البلاتفورم اللي مستحيل تتخلق فيها توكسيسيتي مانيش باش نشوفوا فيها حاجات ما تشبه لناش كما في اللوجو بتاعها الابليكيشن اللي تشبه لنا عرفت بديت بحقك بديت نستعمل فيها الناس الكل نفهموا بعضنا الناس الكل بعادات بعضنا وتقاليد بعضنا معناها ما تحسش فما عبيد غريبة ولا فما عبيد ما تشبه لكش عرفت دونك نجم نقول بلاتفورم هي الابليكاسيون ولا البلاتفورم اللي باش تقرب أكثر العبيد من العالم العربي باش تخلينا أكثر نفهموا لهجة الناس الكل مثلا توينسا ساعات ما يفهموش لهجات أخرين ولا بلدان أخرين ما يفهموش لهجات التوينسا فقط اللي في الكومنتارات حتى فما فيديوهات هبطتهم ما عملت لهمش ترجمة الناس الكل تفهم لبس الناس الكل تفهم في بعضها وتعرف كومنتات بعضها عرفت كلي فجأتني الحكاية دي كما يقولوها فرد مد بتقول انت لم بالضبط لمنا وفرد مد سامي تحب تقدم حاجة أخرى وي أنا أحب أنا نستنى في البرميسيون معناتها من عند إيميل عندي انا الحاجه اللي رماركيتها في باز وأباغ اللي انا تلم العالم العربي كل شيء حاجه رماركيتش في الجمعه الاولى رماركيتش في الشهر الاول ولكن لاحظتها في الشهر هذا انه كي تحلها تلقى كان كونتنت كرييتنج ما تلقى كان الناس تعمل في محتوى اللي عامله فيه المينيموم تاع المجهود واول مره يعني كي تحل فيسبوك تلقى يعني ستاتيو فيسبوك تلقى دراما تلقى تحل انستغرام كيف تلقى عرض كل شيء الوغ كو باز معموله بطريقه انه ما فما حتى سبب انه تخلي شخص يبدا يحكي على شخص اخر ولا حاجه هيك نعرفش تحل باز تلقى كان فيديوز هكا يجيوكم تاع ناس عملت مجهود على الحاجه هذه واللي هي حاجه ياسر محليها معناتها يعني كي تحلها ما توجعلكش راسك فهمت المشكله مع التوكسيسيتي انك كي تبدا في توكسيك ريليشن شيب مع حاجه ولا مع بلاتفورم انه انت تعرف روحك في توكسيك ريليشن شيب تعرف هي قاعده تضر فيك اما تقعد كومين نحبك لانه صبر عليك ومع باز العكس انه تحب تقول محلاها معناتها الفيد كله فيديوهات الفيد كله هكا محتوى وكل تقولها حتى انا نحب نزيد فهمت اللي هي حاجه ياسر محليها واللي فما ناس من الكوميونتي نتاعنا نتاع كيسام وشعب الخضراء هما وحدهم اللي يحطوا فيديوهات غادي وبمحتوى معناتها يعملوا في مجهودات على الاخر الوغكم ما عملوش نفس المجهود ما عملوهوش على الفيسبوك ولا على اليوتيوب هذا تقول عليهم انكونسيامون يعني من غير ما يشعروا هما عملوا محتوى هذاك هنا يس كملت أمين بيهي تنجم تقولون شو هو الامباك اللي حسيتوه على الكرياتور دو كونتوني عرب اي سورتو بيان سور لي تونيزيان أبار اللي انتاوي كاسيني كنت تقول اللي راه وتحس انه الابليكاسيون هذية اي واحد عربي يقوش عليه قا بلاستو قا روحو غادي اما تفهميش دي زامباك تخينا لحدهم انا مش نخلي اخر مولي جاجب خاطر مجاوبش كني حاب هني 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 جست حلت عسلم الناس الكل صار في بليزير بالحق في بيتين كيف نحكي نحكيه على حاجة عربية وخاصة فيها توينس اللي هي خطر الله غالب تدي معنا النزعة التونسية يعني نحن فماشي امباكت أنا نقول فما امباكت كبير خطر نحس اللي الدول العربية كل واحدة عايشة في زون رقعة جغرافية متاحة هي وعندها صناعة المحتوى متاحها
كانوا قبل فما مسابقات كما المسابقه اللي شاركوا فيها سامي بلقيس اللي تحل على العالم العربي، ولكن الاخرين ديما يقعدوا مسكرين على رواحهم. انا نرى اللي في باز فما اوبورتونيتي كبيره انك مش تتحل على العالم العربي كسوا المينا ريجن الكل. انا مثلا كي هبطت الفيديوهات ما منيش راه كلشي في الكوميونتي اللي تبع كلشي في خورمولوجيا، واللي ترى في كوميونتي اخرى اللي هيك معناتها تعليقات عربيه بحته. هذه انا تخليني انا تشجعني باش نصنع محتوى اكثر باللغه العربيه، وتحس لي فما فاليو في الخدمه نتاعك، مع خاطر كي تخدم في الانستغرام ولا تخدم في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ديما فما الالغوريثم نتاع السوشيال ميديا هذيك ما يهموش فيك انت عربي مش عربي، يعطيها كيفاش يبروموتي الوحده نتاعك ان انت تخدم في خدمه مزيانه. بار كونتر هنا تحس فما لحمه بين العرب بالحق، فما بوزيتيف امباكت كما قال سامي، زاد تشوف كل شيء في الفيديوهات، دونك تشوف صناع المحتوى اللي قبل نعرفهم صناع المحتوى، وتو تشوف حتى في عباد يتبع فيك ولا تتبع في دي كوميونيتي اخرين يصنعوا زاد هم في المحتوى. دونك باز نحسها تشجع في العباد انا تصنع المحتوى، ومحتواها كجينيون محليه كي بالحق. هذا انا شيء نرى. ما عادش كان سامي وبلقيس عندكم اضافه؟ اما جو انا اخر مجانسين ذاك الراي اي لي بالحق هذيك هو يا جغر خلموجر لخص الحكاية، انه قبل كانت عنا فرصة باش ننفتحوا كما قولوا على العالم العربي، كان في مسابقات كما المسابقة اللي شاركنا فيها ولا ايفنتس اللي يصيروا مرة في العام، يعني كانت حاجة نادرة انه باش يصيروا كولابوريشنز ولا حاجة بين الدول العربية. اما كي جات الابليكاسيون هذي والبلاتفورم هذي سهلت الفيزيبيليتي ولا سهلت كيفاش نوصلها معلومتي انتراكشنز مع الناس، ولا سهلت الانتراكشنز بين الدول الكل. قبل كانت بالنسبه للتوينسا قبل كانت بالنسبه لي حاجه غريبه كي نشوف كومنتات من الجزائر ومن المغرب ماكس، معناها هذا ماكسيمم في اليوتيوب خاصه. اما تولي تذكر تذكر ملوك اللي كنت سامحني قطعتك، اما تذكر ملوك يجيك كومنتير واحد من الجزائر ولا من المغرب تقول تستغرب تقول واو سمع الجزائر سمعوا بينا. وتولت لي حاجه سهله برشا انه من اي بلاد عربيه مهما كانت بعيده يسمعوا بيك. والله هو باش نزيد نعمل اضافه صورونا، اصلا انا وليت نكتشف في صناع محتوى من برا، معناتها فما من العراق من عمان، ريت حتى من شو اسمها من الاردن، فما عبيد عمري ما سمعت بيهم وشفتهم اكتشفتهم من باز، معناتها حاجه تحفون على الاخر وعندهم محتوى مزيان زاد. انا اكتشفته من اكونت حمده خاطر هو ديما يبارتاجي. اي حمده يبارتاجي خدمتي الكل لازم كل اي انا ملول في بلي حمده يحبني انا بركه، فهمت؟ وبعد صار الناس الكل مسكينين. لا لا بالطبيعه عندكم انتم يعني سبيسيال ديما تبقى سبيسيال. انا والله امريلي جلاد ان نسمع في الفيدباك هذا، خاطر اون كونت الواحد يعني احنا مهما نحاولوا كي نخدموا تو ديزاين ذا بلاتفورم ان تيرم اوف يو اكس والا الجوريثمز الى اخره، نحاول نجتهدوا باش نحاولوا نعطيو اكثر فالور للكونتينيو اللي يبقى متعوب عليه الكونتنت تاع كونتنت كرييترز الى اخره. اما الفيدباك اللي نسمع فيه ممكن حتى ابعد من اللي نحن تخيلناه. انا يظهر لي للشعوب العربيه بصفه عامه، بون عند 6 سنين تقريبا في المشرق العربي، بصفه عامه نحس للحاجات اللي تجمعنا والحاجات اللي نشبهوا فيها لبعضنا اكثر برشا من الحاجات اللي تفرقنا ولا نختلفوا فيها، وديما حتى الحاجات اللي نختلفوا فيها هي الحاجات المزيانه، الثقافه التراديسيون اللبسه الماكله الحاجات اللي ماذا بينا حتى نعرفوها. انا يعني واحد ماذا بيه يولي يعرف لي كلتور الاخرين شنو فيهم الى اخره. أبروبو معناتها الأوديونس وكيفاش معناتها قاعدين نحسوا في رواحنا الناس توصل لبعضها إلى آخره، يعني يظهر لي اللي نحن ما زلنا في أول الطريق، معناتها اليوم باز هوني جوست شهر ونص بعد انطلاق النسخة التجريبية، إن شاء الله أي هوب إنه نكملوا إحنا هوني توب شارت توا في تونس في الأردن لبنان وفلسطين موست داونلودد آب على آي أو إس وعلى بلاي ستور. أه واو وين نيت ان شاء الله وي نيد تو كيپ ات اب، على خاطر اون فانت كونت معناتها تيك توك شفناه قعد 3 سنين توب شارت باش يوصل له، احنا مازلنا في اول الطريق ومعناتها ان شاء الله يعني ان شاء الله
يكبر اكثر الاستخدام تاع الابليكاسيون في الاسواق هذه ونتوسعوا على اسواق اخرى. نورمالمون ان شاء الله بدايه العام الجديد باش نبداو بمغرب الجزائر سوريا، يعني عندنا ثمانية بلدان اخرين ان شاء الله باش نحاول نكثفوا الشغل عليهم، وبطبيعه الحال باش نكملوا نخدموا على البلدان اللي نحن ديجا فيهم. دونك ان شاء الله معناتها يزيدك، وبيان سور الناس اللي سبقت من الاول الباز وكان عندهم ثقه في البلاتفورم كونها باش يكون فيها تجربه مختلفه على بقيه البلاتفورم، باش يكون عندهم ديما لافونتاج كونهم هما يعني parmi les fondateurs let's say parmi الناس الاولانيين ديما بشاقه، يعني عندهم let's say the most اكبر اودينس الى اخره. اليوم يظهر لي ناجي القاق almost باش يوصل 100K which is باش يكون يفترض ممكن يكون اول درع في باز، معناتها ممكن باش يمشي الناجي نورمالمون. محاضرين برشا دي سوربريز وبرشا حاجات مزيانه للكرييترز، فما دروع، فما ان شاء الله يعني يكونوا فما ايفنتس دوب ما توفى الكورونا والجائحه هذه، ان شاء الله باش نعملوا يعني ايفنتس يكونوا كروس بروموشن يعني ما بين البلدان، نجموا نهزوا كرييترز من بلاد لبلاد اخرى ونخليوا الناس يتعاونوا ويتعرفوا اكثر على بعضهم. و فوالا، وديما نرجع نقول your feedback is like يعني اهم حاجه بالنسبه لي انا، خاطر ديما راهو مرات حتى كومونتير بسيط ولا ملاحظه خفيفه معناتها تكون عندها امباكت كبير على our strategies وشنو نخمو فيه، خاطر بالحق راهو ديما الكرييتر عنده هو اكثر من اكثر الناس اللي يعديوا وقت ممكن على البلاتفورم ويستخدمه. مرحبا باللج، بيدرو تار مرحبا بكم. سوري على تار خاطر صاروا مناوشات صغيره في تنظيم القاعده هذه. قلت لهم سي بون لوس بغير ما تدخل تتشكى، امشي ابدا احكي باش تتشكى. باش دخلت خلوت انا مش بموضوع الابليكاسيون كباسك سي اون اكسبيريونس تعرفون على الاخر ديجا خلتني نجرب حاجه جديده وجو سوي فيها اللي قعدنا فيه تو. مي البروبليم انا عاجبني الكونتوني اللي جاي على هذاك شو نقول كرمونوجيا لو جاي في باز احسن لو جاي في الانستغرام. اي ممكن مش عمره ما عملوا الكونتنت كاو، قلت خليه للمامو فهمني وجي بيان في. انا فما كلكو لاكون صغار في الابلكاسيون حقهم يتصلح مثلاً، خاطر سي بور لو بيان دو تو الموند معناها سورتو بور الكونسوماتور وسورتو لينا نحن بعد. مثلا اكزومبل صغير مالي فات حطيت ستوري جيت رجعت لها بعد نهار نقها ما هبطتش تو سامبلومون، اما قاعدت محطوطه تستنى فهمني. حاجه اخرى اهم حاجه تحل الابلكاسيون تحل لك شباج داك اي والثمبنيل هذيك تنجيوها الابلكاسيون كتحلها من الاول ما تجيكش الفيد نتاعك تجيب لك الاكسبلور اخك حقك انت اي ما تجيب لكش ثابت فيك تحل تجيك الاكسبلوري مش الفيد. اخر مرجع عمل ليست عمل ليست فما حاجات اسمعني يعني وبعد كنت حالتي هنا وانا ننزل بصبر فما حاجات باي ديزاين نحن يعني فكره انه يكون الهوم بيج هو الاكسبلور سيتي يعني it's by design باش الناس سورتو كون البلاتفورم مازال ما عندوش فيه اصحاب مازال ما عندوش ديريكتومون دونك يمشي يلقى الكونتينيو نتاع الكرييترز وقاعدين نقراو في يعني قاعدين نعملوا في اناليز ونقراو في الداتا شنو تحكي وقديش ناس يمشيو من هنا لهنا وقديش ناس يدخلوا في الاكسبيرينس تاع الاكسبلور على خاطر الاكسبلور اون فوا حليت فيديو فوالا تبقى سكرولينج وتبقى تكمل مع الفيديو. دونك قاعدين نتبعوا في الداتا ونشوفوا اليوزر وين قاعد يمشي شنو الحاجات اللي حب ونعدله ونحسنه. بون موضوع البنك بتاع الستوري نورمالمون يعني فما برشا حاجات كي من هكا وقاعدين يوصلونا يعني كي تصير حاجة كي من هكا أحسن حاجة أنه تعمل فيها تيكي معناتها تبعثها للسيبورت باش إذا كان نحن مانيش منتبهين للموضوع ننتبهوا له ونشوفوا شنو المشكلة ونحلوها. سينو معناتها احنا كيما نقولوا بث تجريبي معناتها بيتا فيرجن بدينا بشهر ونص
والهدف الاساسي نتاعنا قبل راس العام ديجا ملي طلعنا من 15 اكتوبر قلنا حتى لاخر العام ماناش باش نزيدوا حتى فيتشر كان باش نحاولوا نوصلوا للستابيليتي باش نحاولوا نوصلوا للستابيليتي باش نزيدوا نورمالمون لو 18 الجمعه الجايه نورمالمون باش نطلعوا بالفويس كول على الميسنجر معناتها باش ندخلوا الفويب اللي هما الفويس كول في الشات خاطر سيتون فالور اجوتي اللي ممكن برشا ناس يلوجوا على سورتو معناتها في الخليج في البلدان اللي في المشرق عندهم برشا مشاكل تاع في بي ان وتاع دي بلاتفورم يمشيو دي بلاتفورم يمشيو شتون احنا حاولنا اون بارتناريا مع لي سوسيتي دو تيليكوم باش ناخذوا هاي باندويث اللي خلينا نجمو نطلعوا يعني بسيرفيس يعجب باش يخدم باش يخدم الكل حتى في الامارات مثلا على الأكيد في في الأول باش يخدم حتى لين يقصوه معناتها أوكي إحنا إيش يحبوا يخلي مونوبول عند سوسيتي معينة هما الإمارات تحديدا عندهم يظهر لي تطبيق اللي هو بوتيم هو اللي شد المونوبول حتى بوتيم معاد خطر مناش حاسلو جنرالمون التليكوم كامبانيز هما اللي يتحكموا في الباندويث اللي هو معناتها قداش سعة الاستخدام متاع كل تطبيق للانترنت دونك كيف يحطوا ليميت معينة على تطبيق معين يولي معاش نجم تعمل فويس كول دونك الشيء هذا نحن قاعدين نحاول نسقوا مع الشركات الكبرى كما زين كما شركه زين موجوده في مجموعه من البلدان العربيه 4 و5 اريدو موجوده في 10 بلدان وغيرها من شركات اورانج ايضا وغيرها اللي قاعدين نسقوا معاهم باش نحاولوا كونوا يعني نعملوا بي تو بي ديل اللي خلينا نخدموا براحتنا معناتها باش كيف نطلعوا بالسيرفيس يكون يعني يقدم الاضافه للمستخدم دونك ونجي كسر لي بعده كسر فورتون كسر لي بعده عبد امينه تفضل امينه انا حبيت جست كومونتير جاي باش نقول له معناتها نحن رانا تو قاعدين مركزين بالحق يعني تو فيكس باجز وانه نوصلوا للستابيليتي هذه البريوريتي تاعنا نحن تو ما عندنا برشا حاجات في الرود ماب فيتشرز جديده كل شيء مي قاعدين نحاولوا نحافظوا على السمبليسيتي مش الأهم إنه نحنا نزيدوا ونكدسوا كما تعرف تخيل كان معناتها طاولة متاع ماكلة مش الفائدة قداش تحط من صنف ولا قداش تحط من مهم من الحاجة تحطها فينا ونحن مستنسين بالحاجات الرفينية الفرنسوية والطليانية لوجيك ولا أنا قاعدين نحاولوا باش نركحوا الأمور إن شاء الله اسكو باز يتان كونترا اكسكلوزيف فهمتش امينه مي جينيرالمون ما تنجمش تستخدم باز تنجم تستخدم الابلكيشن الاخرين ما عندك حتى مشكل باغ كونتر مثلا اللي عنده مارك كيفاش نشجعه باش يحطها في باز ويركز عليها انه معناها اكثر من يستخدم الابلكيشن الاخرين خاطر انت حسب ما قلت ويكا حمده حسب ما فهمنا من كلامك انه باز باش تكون قدرة تربي ثوره نتاع لي كرياتور دو كونتوني عرب بارابور لي كرياتور دو كونتوني اوروبيان اي امريكان سورتو لي احنا في تونس عندنا كل بريجوجي ديما لي امريكان هما خير مش الكل بطبيعه وان شاء الله الفكره هذه معناها تتنحى بشويه بشويه دونك شنو لي زافونتاج نتاع باز سورتو اللي عنده معناها اون مارك يحب يوصلها للكليونيت نتاعو بون فما ديوز اسبي في كيسيون تاعك احنا بوغ لي براند كيما قلت قبيله البيزنس سولوشنز تاعنا باش يطلعوا ان شاء الله في 2021 بيزنس باكج كامل باش يكون معناتها باش نطلعوا الانسايتس باش نطلعوا الادز مانجر باش نطلعوا معاهم البيزنس اكاونت واللي باش يكون فيه زاده كايند اوف فيريفيكيشن للبيزنس باش مش اللي يجي يطلع يقول رايبان ولا ما نعرفش اي براند معناتها باش يكون فما كي واي بي اللي هو كيما نو يور كاستمر اللي هو البروسيس اللي حطيناها توا والتكنولوجي حطيناها فور فيريفيكيشن باش يكون فما سيميلر تكنولوجي تو فيريفاي بزنس از ويل يوزينغ ذير ريجسترز معناتها هذايا لي براند
معناتها يستخدموا البلاتفورم تاعنا ولا يستخدموا البلاتفورم تاعنا ودي بلاتفورم اخرين، احنا نعرفوا السوق مفتوح، معناتها داخلين على عالم الانترنت، نخدموا في الانترنت اندستري، دونك ما فماش مونوبول. نرجع نحكيوا موضوع مونوبول. ظهر كسوى حمده هي احمد تقول كيما بصفه كان تاع تويتش اللي تويتش يوصل ولا ميكس الشركه اللي يوصل مثلا يعمل كونترا اكسكلوزيف مع كريتور كونتينيو حتى عنده هو كهو. احنا تنجيو نحكيو تو على الكرياتور دو كونتينيو، نحكي بصفه عامه. بصفه عامه بالنسبه لليوزر، احنا بالنسبه لنا في سوق مفتوح، دونك واحنا مانيش داخلين باش ننافسوا حتى ابليكاسيون من لي زابليكاسيون اللي موجودين حاليا، لا فيسبوك لا انستغرام لا يوتيوب. انا بدي نستخدم فيسبوك، نستخدم انستغرام، نستخدم في باز، واي بليف انه جينيريشن زد والميلينيالز اللي هما تارجت اودينس تاعنا، there is a space there is a slot for an extra application لليوزر هذوما، و this is according to all surveys and researches اللي احنا عملناهم قبل ما نطلعوا. Actually, we believe in احنا we are not in direct competition with any of the application اللي نعرفهم الكل عمليا. حتى واحدة من الابليكاسيون هذه ما هي تقدم في روحها اللي هي منصة culturally relevant ولا Arabic relevant. احنا قاعدين نحاول نقدم روحنا اللي نحن منصة العرب، المنصة اللي تشبه للمستخدم العربي، المنصة اللي وقت اللي تدخل اللي فيلتر متاحة تلقى الشاشية والبرنوس وتلقى السفساري واللفحة الفلسطينية والفازت تاعنا نحن العرب الكل، وقت اللي تجرب الحرقوس ديجا تشوفوا نورمالمون في الريليز هذايا باش نلقى فما حاجات واش مكايه تونسيه الى اخره. هذوما حاجات ما تلقاهمش في البلاتفورم هذوما، وحتى كي تلقاهم دون فاسون ستيروتايب، معناتها تلقى اللي يعني انت كيف تشوف الشركات العالميه كبيره كيفاش يغزرونا نحن العرب، فما بريجوجي ولا ستيروتايب اللي يغزروا العربي هو عربي معناتها صحراء وجمل ولابس دراكي فيش. سي باسا، احنا ثقافتنا العربية ثرية جدا، ثرية جدا وفيها برشة تنوع وفيها برشة يعني فيها دايفرسيتي وفيها برشة تفاصيل اللي ما ينجموش يوصلوا لها، ما ينجموش يفهموها اذا كان هم ما همش من ريجن. ذاك علاش احنا واحد من السلوغنز تاعنا انه باي Arabs from Arabs to Arabs، يعني حاجات هذوما. عندنا سي جي اس في تونس اللي هما عاملين سيري 2050، عندنا بلاك بيرد في لبنان اللي هما عاملين سيري سيت كوم ليبانيز، عندنا عماد حجاج في الاردن اللي هو عامل شخصيه ابو محجوب، وعندنا برشا ديزارتيست قاعدين نخدموا معاهم باش نعملوا كونتنت. ما نحبش نسميه كونتنت باش ما يصيرش الخلط مع الشيء اللي يعملوا فيه الاولاد، ولكن قاعدين نصنعوا في تولز اللي هي ريليفنت للمستخدم العربي. به نجيو للكرياتور دو كونتينيو. كرياتور دو كونتينيو نحن يعني المنصة مفتوحة للناس الكل، وإن شاء الله يعني نتمناه اللي الناس الكل يسمعوا بالبلاتفورم ويحبوها ويجيوا يخدموا فيها. إن شاء الله نحاولوا ديما باش تكون فما اون فالور اجوتي قطعا كما قلت قبيلة، معناتها الناس اللي باش يكونوا موجودين في المرحلة الأولى يعني فضلهم كبير باش يكونوا على المنصة، وإن شاء الله المنصة يعني تحاول انها تواكب تطلعاتهم. المنصة اللي هي ممكن احنا نتقلقوا انه يكون فما تعاون موازي، معناتها هي لو كان جي منصة تقدم حالها كما نحن نقدمه في رواحنا، اللي هي منصة من العرب الى العرب، ومنصة تكون تحاول باش تقدم منتج يعني ملائم للمستخدم العربي. ولكن في الوقت الحالي ما فماش، صاروا كلكو تونتاتيف باش يطلعوا بلاتفورم في العالم العربي، ولكن اغلبهم ما وصلوش لعشر الشيء اللي نحنا وصلنا له اليوم، معناتها ونحنا ما زلنا في الاسابيع الاولى. ولهنا ممكن الاكزامبل ديما اللي انا نحكيه زيادة اللي هو الاكزامبل نتاع في كي، ابليكاسيون في كي في روسيا، بالرغم ما فماش سانسور كما في الصين ولا كما في إيران ولا كما في برشا بلدان اللي عندهم local platforms اللي هما قويين على خاطر ما فما كان هما في روسيا فما البلاتفورم كل تنش تستخدمهم، تنش تستخدم يوتيوب انستغرام فيسبوك واي بلاتفورم تحب عليها، ولكن الروس البريفير باش يستخدموا VK. علاش؟ على خاطر VK كيف تدخل لها تحسها تطبيق روسي، اللوجو معمول بالألفابيت الروسية، الكونتنت والميوزك وكل حاجة والفيتشرز كل حاجة تحسها ريس.
دونك هذاك علاش اليوم عليها 80 مليون مانثلي اكتيف يوزر. نحن هذا هو الشيء اللي حابين نوصلوا له. وقت اللي نحبوا نوصلوا كونه تولي البلاتفورم تاعنا هي بلاتفورم تاع العربي يستخدموها ويستخدموا البلاتفورم الاخرين. اليوم اي ماركتير ولا اي براند باش يمشي باش يسوق منتج تاعو في السوق الروسي باش يحط في كي وحده من التوب 3 شانلز اللي باش يستخدمهم باش يوصل للمستخدم اليوتيليزاتور الروسي. هذا هو الشيء ان شاء الله نوصلوا له نحن خلال عام عامين ما نعرفش قداش ممكن ياخذ معنا، من ان شاء الله نوليو within the top 3 platforms اللي اي ماركتيرز يخمم فيها باش يوصل لليوزر في العالم العربي. يسيو لاكاسيو غادي يكون موجود خاطر نعرفوا موجود بالشيء الرزمو اللي هي بيت نوار تاع اليوتيوبر التونسي من اول التاريخ من احد حمورابي حنا بعد. How to monetize your content. نعرف مليح في تونس اكبر مشكلة عندنا اليوتيوبر كما ما سمعتش مليح رامناش انا صوت اسكو صوتي قص عندي ولا انا نحكي على كوتي موتيزيشن تاع السيت كوتي كما موتيزي الكونتينيو تاعك على باز الفيتشر هذا مازال باش تزيد قال في ليك الادز والحاجات هذه مازال اتس نوت نوت يت اوتوميتد يعني فما فورمول اللي تو قاعدين يعني فما فورمول اللي هي ماهيش اوتوميتد اللي قاعدين نخدموا عليها مع الكونتنت كرييترز مي ان شاء الله في المستقبل مع دخول البيزنس تولز اللي باش والانتروديوس نيكست يير يصير شيء ذي اوتوميتد. ولكن في الوقت الحالي فما اون فورمول ويظهرلي حاولنا الماكسيموم باش الفورمول هذه تكون احسن من الفورمول اللي موجودين في البلاتفورم الاخرين على خاطر يعني بالنسبه لنا الكرييترز في العالم العربي هم الاهم وهم القيمه المضافه للبلاتفورم مش اي كرييتر من اي بلاد الى اخره. دونك ونخلي ربما المجال للولاد انهم هم يحكيوا اكثر على الشيء ذا ما نعرفش ان شاء الله يكونوا عاجبتهم. انا نحب ان نحكي على حكايه قبيلك هو جاوبت عليها ما نحب نجاوب عليها من البيرسبكتيف نتاعي لفيت اللي بس ماشي في كومبيتيشن مع بلاتفورم اخرين كيما انستغرام ولا يوتيوب ولا تيك توك ولا اللي هو انا كمستعمله ليهم الكل جربتهم الكل سناب شات يوتيوب انستغرام اللي تحب انت الكل حسيت سمها بعد ما استعملت من الاول انا اول ما استعملت بس اخترت فيديوهات كتبت قلت الفيديو هذا باش يهبط بعد اوتوماتيكمون بالاستعمال وليت نحس اللي تيا الفكره دي تجي في باز الفكره هذه تجي في انستغرام والفكره هذه تجي في يوتيوب ما نعرفش سمها ويمكن بالالغوريثم يمكن بالاودينس مش نفسها اما بالحق كل حاجه والكونتنت نتاعها فهمتني دونك هنا هو ماهيش فيديو نقعد حايره نقول زعما يوتيوب انا نخليها الباز عرفت نحس كل حاجه والكونتنت نتاعها وكل حاجه وين تجي مش حاجه تعرقل على الاخرى. هو او فيت باز مادامي بلاتفورم جديدة مازال تحس عندك كل حرية وين تجم تقول نحن تبدع فيها معناتها خاطر انت كم سابت في انستغرام ولا في يوتيوب فتما كودز للبلاتفورم هذيك دونك تقعد تكسر في راسك مش تعمل الكودز هذوكم اما في باز تخاف من الالغوريثم ولا لهنا عندك حرية في الابداع هذه حاجة اللي انا عجبتني نجم نهبط فيديو كيما تحب نجم نهبط الباز اللي نحب عليها بون يحب عليهم في إطار معقول الوقت اللي يحب عليه ولا في الوقت اللي يحب عليه ما هذه الحاجة اللي عجبتني يعني ما فماش لحد الآن فماش حاجة تجبرك أنك مش تعمل كود معين في فيديو معين ولا في بوست معين هذه حاجة امبورطانت على الاخر فما جوست فيتشر أنا نحب عليها وظهر لي كمستخدم أنا معناتها حتى الأولاد ممكن يشاركوني الرأي كي مثلا انا نتابع في سامي وبلقيس ولوجاي كي هبطوا فيديو ما تجينيش انا ما نعرفش اذا كان انا عندي مشكله ولا الاولاد كيف ما تجينيش نوتيفيكيشن اللي بلقيس ولا سامي ولا لوجاي هبط فيديو لازمني انا ندخل على باز باش تجيك لايك
اي تجيك شكون عمل لايك وكذا صحيح لا تجيك لايك اللي كنت يا سامي ذيك مش اللي هو يحكي كي يبدا عبد بيتفرج عادي فيم محلول اسكندر هذه الحكايه نورمال مو في الريليز اللي باش تطلع من هنا الغدوه ان شاء الله مش كان سامي ولا لجي ولا بلقيس اي كونتنت كريت خاطر نحن احنا يعني الكرييترز عندهم ليبل عندنا معناتها يبدا معناتها عليه تاج اللي هو ذا كونتنت كرييتر ولا لا وبيان سور يصير ميزاجور للليست تاع كرييترز باستخدام الارتفيشال انتليجنس الى اخره الابديت اللي باش تطلع كونه باش يولي اي كونتنت كرييتر انت عامل له فولو كي هابط بوست جديد باش تمشي نوتيفيكاسيون للناس اللي عاملين له فولو كل عمليا الجرس هذاك تاع يوتيوب صحيح يولي اكتيفيتد للفولورز اللي عندكم كل هذايا ابريوري معناتها نحن باش نخليوها باش نعملوها معناتها اون فورسي الحكايه هذيا في الابديت هذيا وبيان سور اليوزر عنده الابيليتي انه تو تيرن اوف النوتيفيكيشن هذوما مي احنا وي بليف انه هذيا حاجه تنجم تعاون اي يوزر كونه هو ما يفوتوش معناتها ابيزود ولا ما يفوتوش فيديو ولا حاجه من حاجات اللي هبطهم الكرييتر فما نقطه حكي عليها لو جاي ربما اللي هي نحن قاعدين نصلحوا فيها زيد وان شاء الله تري بيانتو اللي هي الثامبنيل ولا فايقه بلقيس نتبع الثامبنيل كان لاحظت فيديو هبطها احمد ابو الروب اليوم عجبني كيفاش هو تأقلم مع المشكله اللي موجوده اش عمل خاطر تو شنو قاعد يصير انه هو الـ 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 الكودر اللي عندنا ياخذ فريم لولا فيديو ياخذ الفريم لولا فوالا دونك هو اش عمل عمل ثامبنيل ديزاين ومشى حطها في اول 1 سكند ولا اقل في الفيديو بتاعه يعني هو احنا البروبليم صغير جربت هذيك ما خطفتش هذيك البروبليم لازم تعمل 3 فريم لولا لوجي لازم تعمل 3 فريموات في الادوبي بريمير 3 ولا زوز حطيت زوز عمل 3 انا عمل 3 فريموات وجيني الثامبنيل اللي حب علي كيما كيما انستغرام اوكي فوالا بون احنا ان شاء الله ان شاء الله باش نحاولوا كونه يولي يعني اليوزر هو اللي يختار الثامبنيل اللي يحب عليها من وسط الفيديو على الاقل ذاك مرحله اولى ومن بعد نجم نوليه ونخليه يعمل ابلود مي هذوما ممكن حاجات بساط وممكن فما حاجات يكونوا مور كريتيكال ويكونوا عندهم اولويه باش نوصلوا لموضوع ستابيليتي دونك احنا بون هذاك كلام من الكوزين انترن انتوما ماكمش غراب وعادي معناتها انا عندي جست رمارك المالي فاتت دخلت قعدت نسكرولي في الفيد فهمتني مش الفيد بتاعي قعدت نسكرولي في اكسبلور ساعات تلقى حاجات معناتهم يعملوا غادي فهمت والخاف لتولي بازك البلوز موا سامحوني في الكلمه تولي كالابليكاسيون بوبيل اللي عنده حاجه طايشها غادي فهمتني قد تستخدم سورتو اللي سمعوا فما برشا عباد سمعت اللي فما ريفنيو في الحكايه دوكو مشات تجري ولا تهبط عرفتك بلاكش تختفلها جور نلقى ستوريات فيديوهات ما عندهم حتى معنى جور واحد صور في شجره ومتعدي مي با فيديو انتريسونت وتلقى ساعات عبد يقول جمله ماهيش بلاصتها بس هذا ستوري فهمت دونك حب لازم الاستيتيك تقعد بلوز موا معناها جور كي تويتش كي تدخل فما استيتيك معينه حتى حد ما يتيحالها ما يفاتلكوش حتى حد كومباريزون تاع تويتش طياره حتى حد ما يسمح روحه يهبط حاجه اللي يجي في تويتش معناها خاطر تويتش اكثر ابلكاسيون ما تفادلكش في مع الكرياتور نتاعها تغلط غلطه سامحني البر ممكن صعاب ياسر على ليميت وسؤال اخر نسالوا امور كوبي رايت كيفاش بس معناها اسكو الى نيفو فيسبوك نيفو انستغرام نيفو يوتيوب النقطه الاولانيه شوف اون فاند كونت نحن راهو نرجع نقول احنا open platform يعني احنا on peut favoriser نجم نعطيه الأولوية وأسبقية الكرييترز اللي احنا يعني مصنفينهم انهم كرييترز وهذا التصنيف عنده لوائح معينة عنا نحن بناء عليها فما ناس اللي ديجا نعرفوهم اللي هما كرييترز وفما ناس اللي يعني بالartificial intelligence كما قلت نجم يتصنف مي اون فاند كونت البلاتفورم مفتوحه وكي يبدا عندك مليون اوف يوزرز
ما تنجمش تحكم فيهم انت ومش دورك اصلا انك تتحكم فيهم شنو يهبطوا شنو ما يهبطوش. احنا ما نحبوش ندخلوا في الكرياتور دو كونتينيو ولا عمرنا نجيو لواحد نقول له اعمل هكا ولا ما تعملش هكا. احنا دورنا از تكنولوجي كومباني انه نحن نوفروا التولز والبلاتفورم اللي الناس هذه تخدم فيها، ونحاول البلاتفورم هذيك كما قلت تكون ريليفنت للثقافه نتاع المستخدم هذا. شنو ما التولز اللي نحن نجم نوفروهم باش نحسنوا الاكسبيرينس نتاعك سيبو جاي انت كي تشوف فيديوهات مثلا تشوفها مش عاجبتك الى اخره، برمي الحاجات اللي هي البرايفسي سيتنج. يعني ان شاء الله في اول العام الجاي باش يولي عنا حكايه البرايفسي سيتنج بين فيريفايد اند فيرتوال اكاونتس، لانه برشا من الكونتينيو اللي هو كما تقول انت بون انا كونتينيو كل بالنسبه لي انا لا يعني انا على الاستيتيك على الاستيتيك مش أي برشا باش ايش يعملوا العباد. اي انا نحكيك برشا من الكونتينيو هذا نجم يكون جاي من الفيرتوال اكاونتس جينيرالمون الناس اللي فيريفي شي هبطش ما هبطوش. انت من غدوه تنجم بكبسه زر كما يقولوها ما عادش تشوف في الفيد نتاعك جمله اي حاجه من الاكونت فيرتوال، تشوف تولي عايش في ريل كوميونيتي كلها ريل كوميونيتي. ونحن we are pushing people to verify their account. علاش؟ على خاطر we believe انه يعني هي حكاية الريل كوميونيتي هذه باش تخدم برشا باش تعطي environment more safe more healthy الى اخره. كيفاش باش ندزوم الناس باش يمشيو الحكايه هذه؟ كون باش ندخلوا limitations اللي يعني من غدوه for example توا الفيرتوال اكاونت جوست ما ينجمش يعمل ابلود البروفايل بيكتشر، لكن باش يجي مرحله الفيرتوال اكاونت باش يدخل عليه other limitations، ممكن يولي الفيرتوال اكاونت ما ينجمش يعمل ابلود حتى حاجه على البلاتفورم، ينجم كان جوست يعمل نيتف فيديوز من وسط البلاتفورم مثلا. حاجه اخرى نيو فيتشرز مثلا كما قلت الفويس كول الفويب، من غدوه فويب باش يدخل جوست للفيريفايد اكاونت، كان بوش بيبل زيادة تو فيريفاي ذير اكاونت. يعني بشكل او باخر باش يحس يعني، لانه بنهايه المطاف نحن اللي قاعدين نحاولوا نعملوا فيه شنو هو نوع من السيجمنتيشن، لانه اللي مخلي البلاتفورمز الاخرين فيهم مشاكل كبيره نتاع الفيك نيوز والفيك اكاونتس هو كونه هم حاطينهم كلهم في شكاره واحده، ما همش عاملين سيجمنتيشن. احنا بما انه بدين يعني كما نقولوا فروم سكراتش، فكي نحطوا نحن اللاير هذايا ما بين تو كايند اوف اكاونتس نجمو نعمل اللي نحبو بعد من ناحيه كيفاش نتحكموا في الانفايرمنت وقداش يكون البلاتفورم هيلثي للناس. يعني مثلا البلاتفورم الاخرين اذا كان يحبوا يعملوا اللي نحن نعملوا فيه تو they have to roll back على billion of users. يعني تخيلوا كان فيسبوك يحب يعمل الحاجه اللي نعملوا فيها تو، عندهم 2.5 مليارات باش يبعث 2.5 مليارات وان فانت كونت شيء هذا ممكن ياثر على الشيفر نتاعهم الشيفر دافير وياثر على البزنس نتاعهم، على خاطر ما يساعدوش فيسبوك باش يطلع يجي الشهر اللي بعده يقول لك والله الشهر هذا عندنا كان مليار و700 من فيسبوك كان يفيكي على لي بيريود في النمبر نتاعهم جي بيريود سورتو لي فيو وقت تاع لي فيديو وبيلك شركات فما شركات بيلك تفجر فيسبوك خاطر كان يفيكي يعني في النمبر دو فيو نتاع لي فيديو. هو توا كل بلاتفورم قاعده تحاول انه يعني فيسبوك في 2015 وقت اللي ولاو يطلعوا الفيو فان 2014 ولاو يطلعوا قداش فيو على الفيديو طلعوا بفكره 3 سكندز فور اكزامبل لاول مره مستين سنتي على اليوتيوب طلع الفيديو ولا اللي يجيب 10000 على اليوتيوب يجيب لك 150000 على فيسبوك. دونك ساتيغ حبينا ولا كرهنا وكنا نعرفوها المعلومه بتاع 3 سكوند ولا ما نعرفوهاش باش نحبوهم ل 150000. تيك توك اليوم قاعد يعطي في دي نومبر بلو غونفلي. علاش؟ على خاطر هو لا يحسب لا 3 سكوند لا 10 سكوند لوب، مجرد ما انت امبريشن هذيك اللي تعملوا ريتش انت في فيسبوك ولا في اذر بلاتفورمز تعملوا فيوز في تيك توك على خاطر تيك توك يحسب ديريكت. احنا بصراحه حابين نعملوا حاجه اكيليبري، عملنا دراسات وشفنا معدل شد الانتباه عند كل مستخدم وبناء عليها بنينا الالغوريثم تاعنا كيفاش باش نحسبوا لو فيو ومشينا في حاجه اقرب لتويتر. تويتر يحسب على 1.5 سكند الفيو، احنا تقريبا نفس الشيء لانه معدل شد الانتباه اليوم للموبايل يوزر اتس 1.7 سكند. انت اذا كان مش في اول 1.7 سكند جلبت الانتباه، حكيت على كالقطوس هذاك اللي حكيت على اي فازه من
يعني ما شديتش اليوزر باش يكمل الفيديو في اول 1.7 سكند مشيت عليك الفيديو. دونك فوالا يعني حاولنا نعملوا حاجه اكيليبري. لا انا قاعدين نحاولوا نضربوا الارقام ونكبروا باش نحسوكم اللي فريمون فما حاجه وهي مش موجوده, ولا في نفس الوقت مصعبينها, لا ماشيين في حاجه اللي هي فيتس مع المستخدم, فيتس مع يعني معدل شد الانتباه الحقيقي نتاع المستخدم. ميرسي. لكن عندي سؤال. بأن خاطر مو المستخدمين بتاعي ديما يعطيني على راس. فما سؤال جاني, كي تعمل verified account لازمك تبعث الباسبورت بتاعك ولا بطاقة تعريف ولا اللي هو. جاني برشا أسئلة وكان تجم تطمنهم معناتها العباد. personal data بتاع العباد هذوما كي مش يبعث لك بطاقة تعريف تسمى حاجة personal على الآخر, حاجة شخصية. داتا هذوما وين مش يمشيو؟ اسكو جوست الفيريفيكيشن بعد تفسخ التصويره عطيهم طمأنهم؟ شوف دائما يعني بالنسبه للي كونيسور مفروض انه مجرد نقول اللي نحن جي دي بي ار كومبلاينج سي بون وفي الحديث, معناتها على خاطر وقت نحكيو على جي دي بي ار اللي هي جلوبال داتا برايفسي ريجوليشن ولا جنرال داتا برايفسي ريجوليشن اللي عملها الاتحاد الاوروبي في 2018 بعد حكايه الكامبريدج اناليتيكا, وفما سي سي بي اي اللي هي كاليفورنيا يعني القانون تاع كاليفورنيا الحكايه هذه. دونك احنا الكي واي سي تكنولوجي اللي قاعدين نستخدموا فيها هي جي دي بي ار كومبلاينج. جي دي بي ار شنو يجي معاه؟ جي دي بي ار هذايا يعني يتبعوا الداتا هذايا وين يصير ستورج نتاعها, كيفاش يصير التريتمون نتاعها, يعني هل فما هيومن ريسورسز يطلعوا على الموضوع هذا. نحن اللي موضوع الكي واي سي اتس فولي اوتوميتد, معناتها عمليا عمليه الفيريفيكيشن من اول ما تبدا لين تكمل انت قاعد تتعامل مع ماشين, والا ما فماش يظهر لي عبد باش يتاكد منك, باش يتاكد من كل شيء في 30 ولا 40 ثانيه. اتس فولي اوتوميتد. فما مانيوال ريفيو يصير في الفيلد كيس وقت اللي يجي تيكت من السبورت, والداتا مخزنه في سكيورد انفايرمنت اللي هو انكريبتد, وبيان سور اليوزر يقدر تو ديليت هيز داتا كما يشرط جي دي بي ار, يقدر اليوزر تو اكسس هيز داتا وقت اللي يحب تو داونلود ات اور وات ايفر. فما مجموعة من اللوائح اللي هي يعني the most recent and the most يعني أكثر أو أحدث قوانين حماية المعطيات الشخصية في العالم هما GDPR و CCPA والتكنولوجيا اللي نحن نستخدمه فيها it's complying with this regulation. دونك هذه معناتها إذا كان الكلام هذه يطمن فهو يطمن, ولكن بالنهاية فما ثقافة عامة مش ثقافة عادمة, فما ثقافة عامة عند الناس كونوا اللي هما conspiracy theory والنظريات المؤامرة بصفة عامة ديما نسمعهم. أنا I used to present social media segment في morning show for long time, وكان برشا 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 يجيونا من news agencies الأخبار متاع فيسبوك يخترق أسرارك, مش عارف مين يتنصت عليك إلى آخره, والعناوين هذه تجبد بالقدي بالقدي بالقدي. تبقينا يعني جزء كبير من العناوين هذه للأسف هو يعني أنا نشوفه نوع من الاستغلال للجهل متاع الناس بكيفاش التكنولوجيا تخدم باش يحاولوا كونوا يجذبوهم يجيبوا عناوين صفراء إلى آخره. تبقينا أغلب الشركات الكبيرة راهي تخدم within اللوائح هذه. اللوائح هذه الأبديت اللي صار في 2018 صار على خطر اللوائح هذه راهو والمشرعين بتاع القوانين هذه ما زالوا ما همش فاهمين التكنولوجيا. وقت اللي صار هيرينج عام 2018 لزوكربيرغ وغيره من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى, كانت تجي أسئلة تضحك, أسئلة تحشم من الكونغرس وومن وكونغرس مان وهك, معناتها أسئلة اندلت على شيء إنما تدل أنه المشرع حتى في أحدث وأكبر الدول وأعظمها عالمياً ما زال ما هوش فاهم كيفاش التكنولوجيا تخدم, ما يفهمش إش معناتها الكاش, ما يفهمش إش معناتها الكوكيز, ما يفهمش إش معناتها رام. يعني يلزمك تفسر له, هو يفهم يقول لك أنت كي ندخل أنا لهنا تلقى الداتا ذي يعني as simple as that.
باش تبقى انت تفسر له راهو الداتا هذه تتعدى بدي سيرفر وذوما لي سيرفر انكريبتد مشفره راهو حتى كان باش يدخل واحد ما ينجمش يشوف الداتا ودر... يعني يلزمو تكنيسيان باش يفسر له معاه فهمتني دونك احنا قوانيننا في العالم العربي للاسف باستثناء بعض الدول الخليجيه اللي هي تعتبر مقرات لمجموعه من الداتا سنتر بتاع جوجل وبتاع ازور مايكروسوفت وبتاع اي دبليو اس امازون وغيرها اللي هي الدول الذي قامت بتحديث قوانينها حتى تقدر انها تحتضن ساتش داتا سنترز. بقيه الدول العربيه قوانينها مش فعلا مواكبه او يعني يعني نحن بصراحه في عالمنا العربي ربما عندنا قوانين قاعدين نهتموا فيها ذات اولويه اكبر من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه، ولكن بطبيعة الحال نحن في باز بالنسبة لنا موضوع الخصوصية وسياسة الخصوصية بصفة عامة في المنصة وخصوصية المستخدم على رأس أولوياتنا ومن الحاجات اللي فعلا نستثمر فيها بشكل كبير ونحرص عليها بشكل كبير ونحاول كونه دائما نسبق بخطوة ونستبق ونحاول كما كنت نحكي قبيلة على Open and Consultative Approach. نحن قاعدين ديجا نحكيه مع الناشطين في مجال البرايفسي والناشطين في مجال حقوق المستخدم باش نحاولوا نوريهم لميزور السيكوريتي والحاجات اللي نحن نعملوهم ونقول لهم شنو رايكم شنو تشوفوا كون نجموا نزيدوا شنو تشوفوا كون نجموا نقصوا هنا هذا اللي قدرنا عليه هذا اللي عملناه ونحاولوا ديما باش نحسنوا بياسر. هو ممكن جاني سؤال هذا خاطر كي تدخل تعمل فيريفايد اكاونت ما تجيكش هكا علامه ولا ملاحظه تقول لك راهو يور داتا وونت بي يوزد ولا ما حناش باش نستعملوا البيانات نتاعك. انت دوما ما ننسى الفيريفايد اكاونت نحط اسمي ولقبي يقول لي اعطيني الباسبور نتاعك. هي موجوده يظهر لي وايل لودينج موجوده انه يور داتا از ان سيف هاندز ولا حاجه كي من هكا ممكن المساج يلزمه يتعدل ولا يلزمه يكون اوضح اكثر. اما جوابك انا نعرف على الكود الجديد نتاع البرايفسي خاصه احنا كل شر يبعثنا عليها سويا انا حجيت حبيت معناتها انت توصل المعلومه كخاطر انت الاونر نتاع حكايه ديفلوبمنت وكل شيء دونك توصلها انت خير من وصلها انا دونك بيرفكت. ميرسي أنا سامحوني مش نعتذر مش نسيبكم توا خاطر عندي ميتينج آخر على فيديو تلقيح الكورونا دونك I need to go. حصل لي الشرف أن يكون معكم اليوم و good luck for the future ويعطيكم الصحة والله بالحق حاجة تفرح لي هكا we are active in the social media خاطر ديما حاجة جاي من الغرب من الغرب خلينا نعمل حاجة نحن ننشرها حسيلو مرسي عليكم مرسي كل عايش Peace. بيس صحه شكرا باي 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 اوكي اللي بعد اي عندي كسوف كده الجمعه كل باس نيكست باس نيكست نعرفش باس سي بي باس باس اكاديمي باس نيكست What's next on Buzz? ولا what's next? Buzz, Buzz TV, Buzz Academy, نعرفشنا. Yeah, Buzz TV. ما نتصورش احنا by the end of the day we are a tech company. مسألش ماذا بين نخلي نتيح المجال أكثر الولاد خطرنا تسألوني سؤال صغيرة كان جاوب بجريدة معناتها ما نعرفش ما كيما نشعر. يعطي تيز كاملة. What's next سؤال برشا معناتها واسع برشا تبقينا احنا باش نبقاو في الدومين تاعنا اللي هو التكنولوجي as يعني development house tech company نصنعوا لي تول نصنعوا لي بلاتفورم tout ce qui est contenu c'est pour les créateurs de contenu المبدعين الفنانين من غدو يجيو لي ميديا ولا اللي يحب
يعمل كونتينيو. احنا دورنا كونو تو كريت ذا تكنولوجي والبلاتفورم اللي باش يستخدموها الناس هذوما. دونك نستبعد برشا، معناتها ما نتصورش باش يوصل نهار من نهارات يكون فما حاجه باز تي في. تبقينا باز اكاديمي تكود بي، يعني نهار اللي ان شاء الله نطلعوا التولز تاعنا وخاصه البزنس تولز ونشوفوا كونو فما ادفرتايزرز والا يعني فئه معينه من المستخدمين محتاجين تو جيت سيرتيفيكيشن ولا محتاجين تو جيت تريننج باش ينجموا يستخدموا التولز هذوما يعني بالطريقه المثلى، نجموا يعني يكون فما باز اكاديمي. سينو بارابور البرودوي حكيت انا ربما على حكايه اللي باش ندخلوهم اللي هما حكايه الفويس كول، الفيديو كول، الفيديو ستريمينغ. ان شاء الله باش المره الجايه نعملوا فيديو ستريمينغ على باز، وباش ندخلوا زاده اليوزر حتى الفيريفايد يولي نجم يعمل his own avatar customized avatar. ذي التكنولوجي شافها سامي وشافوها بعض الكرياتور دو كونتينيو ورينا. yes. Within 30 to 40 second تاخذ سيلفي، والسيلفي هذاك بالارتيفيشال انتليجنس يتحول 3D avatar تقدر تستخدمه انت في الاستوديو تاع باز. دونك انا برشا حاجات كما قلت، معناتها البريوريتي pour le moment c'est de stabiliser la plateforme, نحاول نتخلصوا من كل المشاكل اللي تنجم يحسها اليوزر. فما مشاكل مش جوست تكنيك، فما مشاكل حتى في اليوزر اكسبيرينس. فور اكزامبل اليوم نحسوا كونه ستوريز على باز ماهيش ماخذه حقها كيما لي بوست. يعني ستوريز يعني فما برشا ناس قاعده تنشر في ستوريز مي ما همش اكسبوزي بالطريقه كيما لي بوست. دونك قاعدين نحاولوا زاد نعدلوا في حاجات من ناحيه يوزر اكسبيرينس ويو اي ويو اكس يعني كديزاين، ورب سهل ان شاء الله. جي دوتر كيستيون بربي حمده، تسمع فيها حمده؟ اي اسكو ليا دو لا بلاس بور لي بيتي كرياتور دو كونتينو صغيرات نقولي انا فيكم شفتهم كيف سامي؟ انا دوكم شفتهم عاملين كونتنت، فاسي شفت جماعه من الكوميونيتي نتاعنا صغار اللي تحكي عليهم جو اونتر 10 و 16 ans هكاك ولا حتى 17. شفتهم بداو يعملوا في كونتنت على باز ما تعرضوني ولي انكونسيرمون كيما قلت لك انكونسيرمون حساب بلاتفورم تاع صناعة محتوى، ما يحسوش بلاتفورم تاع لازمك تدخل نعرف لازمك تبدا بستوريات فهمت، دخلوا بامور انتاج يحبوا ينجوا عرفت صافي بليزير ما دونك ما نعرفش كان حد عنده حاجه اخرى يقولها على الحاجه هذه فهمت. فوالا هذا معناتها إليا دو لا بلاس بور تو الموند ان شاء الله. وي باغ كونتر ما اون ا با فيو دو جيمينغ، نصور هذيك الحاجه باش تجلب كيسر سختو الصغار. مش فما انفلونسر جيمنج شفتها؟ فما بليزيور سا ديبون من الانترست نتاعك. اذا كنت تبعت واحد اثنين يوليو يطلعوا لك ديجا. انا جرب يعني فما بنايه اسمها روبا يظهر لي ممكن اللي هي من الاردن. فما عزيزوز عزيزوز ان شاء الله he will be on board by next week. يعني كهو عزيزوز من مش لازم نزيد نحكي اللي في تونس جيمينج وparmi les meilleurs ممكن تاو وسورتو كوتي ستريمينج عزيزوز is performing really well. وان شاء الله يعني ان شاء الله يلقى راحته في البلاتفورم، ان شاء الله تعجبه البلاتفورم، ان شاء الله يقدم فالور اجوتي. وفما جيمينج، فما جيمينج يا امينه. طيب تو لي كونساي ك بكي وسامي ورابو ووري دوني او ديريكت شنو كونتينيو كان يمشى على حكاية participate مش نحب publication عن كيف إيه تفا نقص درامة مش نقص برا نعطي لنا تبقيم دانا فاتنا. ألو طنفين يا جماعة طوالي زوري خاص صوت مرة أخرى ما في قلت بيكي اي سامي بو conseil pour les gens qui sont encore
ils sont pas encore sûrs, mais ils خايفين نزلوا ما مش سيروا اسكو ينقزوا على البلاتفورم ولا كيف سون فو كونساي بور لي بور لي انكوراجي بور لو دوني دو لينيرجي بور لو جوندر لا نخلي المجال لبيك يقبل بيك يحل الميكرو ميكرو بيك عندي ساعه وانا نحكي جيبها ما عندي ولكل حاجه نعلق عليهم وانا اقول قرش بيهم طفيني تو بكري وانا نعطي في رايي قلت لك الحقيقه بالنسبه لي نقول له فازي اوبورتونيتي بيا من ديما فماش هكا الالغوريتم المقلق في البلاتفورم الاخرين نتاع لازمك تبدا عندك ديجا برشا فولورز ولا اللي هو ولا ديجا تحط حاجات معينين وطول معين نتاع فيديو انا عندك راحه كبيره باش تخلق الكونتنت اللي انت تحب عليه كيما ما يلزمكش تدبتي لحتى شيء فهمت كيما انت تحب حط الكونتنت نتاعك وباش تاتيري الكوميونيتي نتاعك بشوي بشوي ومادام البلاتفورم في نمو دونك التايمينغ بارفي انه تبدا فيها من توا بشوي بشوي باش العباد تقدم هي البلاتفورم تكبر انت باش تكبر معاها سو فازي انا نقول نفس الحاجه نتاع بيك الحق ما فماش دونك هي في الاولويات كل شيء في البدايات نتاعها بلوتو احسن اولويات بريوريتي عرفت دونك هي في بدايتها الابلكيشن حاجه طياره بلاتفورم حاجه طياره على الاخر انا ياسر تشجع انك تعمل كونتنت بالحق انا نعمل هكا ندخل في الفيد هكا كل شيء تشجع اني تو سامبلومون نزيد نكمل نصور وكل هكا الالوان كل شيء اتس اتراكتيف somehow فما شخص معينه اللي سايكولوجيكلي يتتراكت وكل فهم ولا كها سامي صور البوكيمون اللي عندك باي ذا واي اسمح لي سامي البوكيمون اللي عندك صور توا شنو؟ ولا بوكيمون على البوكيمون انا حبيت نعلق عبد الكريم زيادة فما برشا نحن وقت اللي نناقشوا في الشارت الجرافيك الجديدة تاع باز الدورة اللي حطيناها اللي هي البي في النص نتاع اللي هي تو بوست يعني اول ما حطيناها خفنا برشا كون الناس يتذكروا البوكيمون خاطر دون فاسون دي نوتر اللوجو الوانه قريبه معناتها اللي هو البيبي كولر والابيض دونك فوالا دور هذيك قلنا نمشيش الناس يمشيوا يعني هذيك تشبه النوع من بوكيبولات اخرين يعني ما استعملوهاش برشا في البوكيمون تصني متبع عرفت الحقيقة أنا ما خممتش في بوكيمون أول ما شفت أما سامي يمتلع ليه خممتش في ساعة في ساعة ماهيش ما تشبهش البوكيبول تشبه أصلاً باش ندخلوا قصة حياة بوكيمون حاسين فما حاجة اسمها بوكيبول عادي فما ماستر بول هي تشبه شوية الماستر بول أما ماستر بول هي كحلة أما تحاسين ما تشبهلهاش هاي نتعدي لازم برسمي تكون جيك برشا باش تقول تشبهلها شوية كاو ليه جوابي مش بوكيمون. أمينة. وي كريم. لست فهول. ولا فينيش ولا. حاول أمينة. سمحني كريم صوت جني ما شو قلت لي تاو. ظهر لي سيرا بودي كده كسيون اسمع ظهر لي سبا تايم نعملو فينيش نعملو فينيش ناس الكل اوكي يعطيكم الصحة ناس الكل اللي حضرتوا معنا اليوم وفعتونا بليز انفورماسيون تاعكم يعطيك الصحة كريم حكيتنا على بفخيشن الحاجات اللي تستنى فينا كجديدة في باز 2021 ونشوفكم إن شاء الله ذي ما تكونش أول مرة وآخر مرة يس إن شاء الله يخسبكم أمين على الأسئلة بتاعك خفت من المسخاب أسئلة صعب أما أنا بيس آخر حاجة الناس آخر كلمة الناس الكل تحل الجماعة اللي ما زالوا ما دخلوش في بأس شو ما تقولوا لهم في كلمة هيك بعد ما تدخل بأس بزاف لما عملوا لي فولو في بأس جرب تحصل جرب تحصل تشبه لنا إذا لجوا
مو صلاح، مو صلاح ولوج، اذا تسمعوا فينا حلوا الكاميرا خلينا ناخذ سيلفي كان تحبوا. باي ناخذوا سميوها فيرتوال سيلفي مش عارف. سامي انا برا البيت و I'm sorry guys، ما طوائي كلها بالشنطه ف I'm really sorry like فجأت. لازم الايدنتيتي بتاعه عالم. كم ما دخلتش انت توا يا مو، انا مش في بالي اللي انا في تونس ديجا انت توا والله خربت انا خربت الجلسه انا عارف اكسنت وايز. ان شاء الله ان شاء الله بس امشي لتونس تعلموني تونسي وتصير احكي زي المصري والاردني. هريسة كلها بعد لي. لا معلم ابعدني عن الهريسة عشان هذا الموضوع في لعب في عداد عمر الواحد. انت مخدين الحر بعنف مبالغ فيه اعتقد. والله مش الدرجة هيدي، والله مش الدرجة. انا ما بحبش الهريسة، انا التونسي الوحيد اللي ما بحبش الهريسة، سامحني بيكي. انا مع سامي وهطلع مع سامي كل يوم. هطلع اللي هو انه تخرج مع الانسان، ما بعرفش كيف. اه يفهم واضحة. اللج موجود ولا نخلص؟ نالي له زي القد. قد حطينا بيكاتشو. يا رجاي اوكي ليتس جو. سامي على فكره انا حبيت لما انت حكيت موضوع بوكيمون لانه اللي انت حكيته كان صح تماما، وان شاء الله بس اجي على تونس لازم اسرق هذا الاشي اللي بايدك يعني. دي ما عندي. انا بستحي اروح الشغل بالاشياء اللي عليها بوكيمون فلبسهم بس وانا نايم. دخلت القلبي اكثر والله. هذا لا يعني انه نحن ما نسمحوش بحاجتك من هكا في الانفايرمنت، بالعكس انفايرمنت نتاعنا اوبن على الاخر. هو استنوا بكي عم بتجيب اشي عليه بوكيمون، انا شايف اشي اصفر بيتحرك تجاهنا. بيكاتشو. اوكي I'm feeling this too. اوكي ليتس جو. اي سيلفي مستقبلك في تونس بهذا، مرحبا بك. ناخذ سيلفي 2 3. Bon, encore une fois, Zma. Cheese. انتوا يا جماعه اخذتوا سيلفي بعد السيلفي الاولى لانه انا طفيت بعد السيلفي. اعطينا سيلفي الاولى. You are here. I mean for the so. Da, okay. مرسي مرسي بوكو الولاد، يعطيكم الصحه، سافي فريمون بليزير. ثانك يو. ان شاء الله انا جاي تونس زاد تري بيانتو، ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. يا سي وسو نورمالمون ممكن دونز اون سيمين. عندنا الجمعه هذه عندنا احنا تو في البحر الميت، ليكيب الكل ستاف الكل موجودين في ماريوت البحر الميت. عنا استراتيجيك وركشوب، قاعدين نخدموا على استراتيجيك بلانز للعام الجاي للديبارتمون. كل ديبارتمون يخدم على روحه. دونك من هنا للخميس الجاي باش نخدموا على استراتيجيك بلانز، وبعد ان شاء الله انا باش نجي لتونس ان شاء الله. دونك انت كهو للفريق فريق اخرين من باز قولوا يا جماعه مش تو جايين اما مش تو انا كان اخو فيزا لدبي ماكش بتلقاني حمد. سافر. اوكي يلا انجوي معلم، بون كوراج. شفت شو اسمه يذول لي شو اسمه كان معنا في اسطنبول؟ رضا في دبي هو. اي نعم من المفروض ماشيين احنا ثلاثه. يلا يلا بون كوراج، رب سهل لكم ان شاء الله. ميرسي. باي 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 نسكل للقاء بكي مخجزة نسكل لاتك الصحة. تخبينتو باي شاو باي. واضح ان انا بسمع ايام بتأخر يا محمد.